السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصلنا هنا. طبعا الحلقة السابقة نحن وصلنا هنا قاعد نستكشف الأماكن. أول ما ختمت الحلقة السابقة ختمتها بشكل نهائي. فقلت خلينا ندور شوي. أشوف من اللي وياي من ضدي. طبعا كلهم ضدي ما في أحد بحد وياي. فقعدت أدور في حاجة شيء من هناك شيء. فطلع هنا المكان فيه وحوش جديدة. يعني أشكال جديدة في وحش ملاقع عين واحدة. هو سايكلوبس يسمونه سايكلوبس. في واحد صغير مثله. طبعا هالباب كان مسكرني عشان اطلع اضطريت اني اعطيه سبيد سبرنت راكب يعني لا برك عمل لا اعطيه سبيد. هاي اول مره قاعد انسى المكان. فوق في نينجا بقى في نينجا ني في بعد طلع في نينجا شي زين. وهاي ني المعون هالوحش لا تهون عرف نقطه ضعفه عرفت شنو اغلبه غلطت اثنين منهم. النينجا اللي وراي كلب ذي هاي سايكل صغير شي هنا. هاي اذا امتص من طاقاتكم اللي هو الاستامنا راح يتحول على عملاق. عملاق شلون بقول لكم عشان يعني ناس ذي لا مو ذي لا في واحد عملاق هنا. وين في واحد عملاق هنا وينك وين راح؟ ايوه ناس ذي من قدامك شو هاي هو السايكل. كل وحش له اربع حركات اساسيه يعني بيضرب يشكل لك اربع انواع من اركض. فهني في بعدني سايكلوس واحد هني فموه له لين ما ايش دعني. طبعا انا الحين ما اقدر ايش دعني لانه يذبحوني وانا راح اموت راح اموت يعني. بس كذا يا الله. فعرفت المنطقة الحين شلون؟ عرفت من جوا لمن تروحوا له؟ أنا سويت شيء بداية. قلت أول شيء خلينا نذبحهم واحد ورا الثاني. أذبح بعد جيت من مكان كبير في وحوش وايد. قلت لا شكله شيء بطول. أعطيها سبريد. طبعا أول مرة مرتين ضيعت بس بعدين عرفت المكان وين. ستهم. لا ما بدي أنا يا الله عليك. بس أواكم يا يوم. اوتش هاي حركة جديدة طلعتها شو رايكم حركة عجيبة انا في حركة طلعتها بس بعرف شلون استخدمها في ماني عارف لا مو بي حركة حاب اوريكم اياها شايف الحركة بس انا بعرف شلون استخدمها ماني عارف صراحة يعني لا مو بي ايوه هذي swing x overhead then slam it creating a shockwave swing يعني شلون انا ما ادري لا اودي حركة ماني عارف ايش حركة هذي فمرت فيني السايكلوبس الوحش العملاق هنا راح يكون هني طبعا وتشوني دخان شي رصاصي راح يكون عنده مدارة فشو تسوون انتو بس ان تخلونه يطلع وترجعون هناك لحظة فيني بعد وحش هنا يكتبونه قاعد ياكل خلنا نخرب عليه شوي في بعد هني عندي صور في واحد هني وش يسوي؟ نجي يوم ورا بعدين اعطيه انا شو الحركه اسميها باك ستيب
يعني في باك ستاب لكن لازم تعكس الحركه. يعني انا شو الحركه هي باك ستاب. ايوه هاي باك ستاب. وفيني واحد عنده قنابل نفس الشيء. وحش على اليمين تشوفوني ما اتوقع عليهم تشوفونه عنده قنابل كلهم مني سهلين بس السايكلوبس الوحش خلي نشوف ايش عليهم من يطلع لكم هذيني على طول كوعوا تعال هالصوت كذا كذا كذا. وفيني فيني بعد كم وحش هنا اذا ما ذاكر انا. طبعا هاي عادي هاي الوحش العملاق اذا ذبحتوه بعد بيرجع اذا منتو بعد بيرجع. فاللي عليهم دخان هذا اهم شيء استغلوه. فانا ذاك بطقع له ذاك اللي بدخان بحاول بحبيبي اذا قدرت زين. فشو يسوون؟ تشردوا من النار طبعا بيلاحقكم هو ويا وحوش الصغار. فانصح لكم انكم ما تروحوا الا دايركت هني هالمكان بس انتم ركضوا من هناك من بدايه المكان من كاميراتكم مساعد اعطوا سبرنت. لكن حاولوا انكم ايش تضيعون الوحوش اللي راح يلحقون راح يلحقونكم من ذيك المسافه هناك ضيعوهم فارقوهم. لما تجون هني اسبوح هذي على اليسار اول واحد عنده قنابل خليه لا تعال تعال ايوه اوكي. بعد ما تذبحون ذي نفس الساعة تروح على اليمين. انا اشوف الطريقة الاحسن يعني تذبحوا على اليمين بعدين يعني تعالوا هني لا تروحوا في النص تعالوا مني ان شاء الله ما يصير تعالوا هني وذبحوا هاي الزومبيين. حاولوا انكم تعدوا مني بهالمكان بس لا تروحوا هناك. يعني ذبحتوا الوحوش ذي ثلاثة بعدين هذول ذي عطوا سبيد وركضوا وركضوا وركضوا. طبعا هم صغار يعني طبعا بس انه ايش انه حكم المسافه راح تكون صغيره هناك راح يكون في ناس اللي حواجز وما تقدرون تتعدون بسهوله يعني. فاجيبوا هالصبرين جيبوني استلموني عندكم يوم طبعا عندكم مباراه بس تروحوا هناك لان في وحش صغار سايكلوس عشان تذبحونه وانا بوريكم شلون. في واحد هناك سيدك في واحد هناك يسار اعطيكم ظهره فوق في نينجا. طبعا نينجا مسخرة ترى ما شيء كبير يعني. اوه نينجا صعب صعب اوه بو ايوه خذ مني الكي خلنا نبتعد عنها شوي. اذا اخذ مني كيم مره ثانيه اللي طاقتي ما ادري استعملها مره ثانيه راح يتحول على شكل عملاق اللي ينصدي. بس اركضوا اقعدوا اركضوا 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 قلبكم شاردين منه وبيضعف مره ثانيه بيصير صغير. يلا عطنا ظهرك كده بي. لا 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 تشير عليه لا تشير عليه لا الجهاز لا تشير عليه. دقيقة شوي بس بغير الجهاز بديك. ما حد هالشكل هذا. اوكي. الحين زين يلا. الحين نروح حق العفريت الصغير. وينه؟ لا 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 عندي فاس انا هيك نجرب حظي معاه. يا سلام عليك شلون تحول يا سلام يا سلام. عشان نسوي نعطيها سبريد
شاء الله ما شاء الله. انطر على شوي لما يسمع. لا 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 اوف 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 زي ما صدمني. اوكي هنا المشكلة رقم واحد، الحين المشكلة رقم خمسة. هنا اوف عرفت اللي مكبية في كل ارقام ايش؟ اكثر. ايش هو؟ طبعا وين هني؟ ولا ثانية اوب بطلنا الباب زين زين بطلنا الباب بنجاح مشهور. ايه ما يصير اتوش كله مع البوس ما يصير هالشكل. اما شي عاد لا 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 ما يصير شي بابا ما يصير. ايش ايش الوردة هذه؟ انا اجرب هذه ما ندري راح اموت يعني لكن يلا. وي 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 ما بداني والله العظيم ما بداني. كان راح احاول اني اذبح الضباب هناك اذا قدرت يعني. بس اول شيء خليني اذبح فيه من دي المشكله هذه راح يخرب علي فلازم اتصرف الان. ضربت حظ. لا 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 نط عليه نط نط نط. ايش قاعد ليش ما ايش قاعد ايش قاعد تعالي اوف يا سلام شو هالشكل كذا تذبحون هذا عندنا هنا
إذا ماشي نحن اوكي هذا تخلصنا منه بسهولة. اوكي الحين باقي الصغيرين دول. اي صح هناك في مكان هناك في غارب هناك في الجدار هناك. طبعا هناك تحصل نفس الشيء في دخلني بس هاي يكون في وحش صغير هاي اللي عنده سيفين النقار. الجدار هناك في صندوق لما تاخذونه في نينجا بينزل لكم مشيارة اثنين يعني سهلات ان شاء الله. بس تقعدوا عدي عدي طول لما يهجمون هجموا انتم. اوكي انا ما ادري يجوني اهم شيء عندي عندي اللي هاي الدخان انا اللي طلع. لا 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 ما انتبهتك ما انتبهتك لا تقولي انت شقتك شاب. تعال ايوه تعال لا ما انا خليك تذبحني بسهولة انا شايف نفسك يعني خلصت نفسك بعيد يعني. اوه لا لسه في وحش هنا. هذا شايف هناك. اوكي. ما راح اقدر اتخش فيها الا لما يجي. تعال تعال. تستعبط ولا لا؟ جالس يقول انه قاعد بس انه قاعد يستعبط ما بيضرب. هوب لا تعمل يا اخي. لا انا كلش مالي برضه يا اخي. ليش جيت ليش؟ ارجع شلون مشيت خرا يكون شيء استانس شلون بكرات الصورة مشيت على الأغراض شوف
قطعونا قطعونا قطعونا. هاي نروح على طول حق البوس على طول. شباب كان لك ما ابي اذا اذا جيت هلفل فا ايه اتوقع انه سهل من بعد